أهلا وسهلا بكم. في هذا الدرس سنتعرف على توزيعة كالي لينكس. هذه التوزيعة موجهة للمهتمين بتجارب الحماية والاختراق. المهتمون بهذه الفئة من الإعلاميات يعرفون دون شك توزيعة باكتراك. باختصار كالي لينكس هي باكتراك الجديدة، حيث أن أوفنسيف سيكيورتي الفريق المطور لتوزيعة باكتراك أعادوا ترتيب الأمور، غيروا بعض الأشياء في طريقة تطويرهم للتوزيعة وخرجوا بتوزيعة جديدة اسموها كالي لينكس. الفرق الكبير بين باكتراك وكالي لينكس هو أن باكتراك تعتمد على توزيعة أوبونتو، في حين أن كالي لينكس تعتمد على توزيعة ديبيان. في موقع كالي لينكس يمكن أن نجد بعض المعلومات عن الاختلاف بين باكتراك وكالي لينكس، ولما تم إصدار توزيعة جديدة وليس استمرار تطوير باكتراك. سأضع روابط لهذه الصفحة في وصف الفيديو. ما سنتطرق له في هذا الدرس هو نظرة عامة عن التوزيعة، تطرقنا لجزء منها الآن. بعد ذلك سندخل لتصفح التوزيعة، بعض إعداداتها، كيف تبدو، بعض الأدوات المعتمدة فيها، كيفية التعامل معها، وأخيرا سنتعرف على كيفية تحميل التوزيعة وتثبيتها. بما أنها معتمدة على ديبيان فطريقة التثبيت نوعا ما أصعب من طريقة تثبيت توزيعة معتمدة على أوبونتو، لكن سنرى مراحل التثبيت بالصور ونشرح كل مرحلة بالتفصيل، خصوصا مرحلة تقسيم القرص أصل. إذا نبدأ بالدخول لتوزيعة كالي لينكس. أنا لدي هنا مثبت على جهاز وهمي، سأدخل لا إذن هذه هي توزيعة كالي لينكس، تعتمد على ديبيان وواجهة جنوم كلاسيك. ما نلاحظ الآن لدينا هنا قائمة بالتطبيقات، الأماكن، هنا متصفح الانترنت الرسمي والمتصفح ايس ويزل، هو أيضا مشابه لفايرفوكس ومطور من مجموعة موزيلا. طرفية، هنا لدينا التاريخ، هنا قائمة المستخدم وإمكانيات الدخول لإعدادات النظام. لو دخلنا لإعدادات النظام سنجدها مشابهة للإعدادات الموفرة على أغلب التوزيعات التي تعتمد بيئة المكتب جنوم. ما يميز كالي لينكس إضافة إلى البرامج، بعض البرامج التي تأتي مع توزيع ملحقات انترنت ليس فيها الكثير، فقط مصفح انترنت وبرامج للمحادثة الآنية امباثي ومشاركة المكتب. ما يميز كالي لينكس هي الأدوات الخاصة بتجارب الحماية والاختراق. هنا توجد العديد 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 من الأدوات، أكثر من 300 برنامج خاص بتجارب الحماية والاختراق. هذا هو ما يميز توزيعة كالي لينكس وقبلها توزيعة باكتراك. إذن المهتمون بهذا المجال فقط سيجدون هنا الأدوات موفرة وليس شيء آخر. المعرفة والخبرة يجب أن تأتي منك أي أنت كمستخدم. لو دخلنا هنا مثلا لبعض الأدوات، مثلا نجد هنا 10 أفضل أو أكثر استعمال، العشر أدوات الأكثر أو الأفضل، الأكثر استعمال أو الأفضل. مثلا هنا ArcRank NGO والخاص بالوايرلس. مثلا نجد أداة Metasploit هي حتى هي موفرة افتراضيا في كالي لينكس. ونؤشر إلى أنه في كالي لينكس هناك تعاون أكثر مع مطوري بعض هذه الأدوات، مثلا كميتاسبلويت هناك تعاون بين فريق كالي لينكس وفريق المطور، الفريق المطور لأداة ميتاسبلويت، فتكون بذلك هناك نوع أكثر من الانسجام والتطور في الأدوات المستعملة في كالي لينكس أكثر من ما كان عليه في باكتراك. مثلا انماب، وايرشارك الخاص لتحليل الشبكات. إذن هذه الأدوات العشرة الأكثر استعمالا أو الأكثر شعبية. لو دخلت لأدوات أخرى ستجد في كل فئة العديد العديد من الأدوات. مثلا هناك خاصة بالوايرلس، بلوتوت، مثلا خاصة بالريفرس انجينيرينج، فهناك العديد العديد من الأدوات، كما قلت أكثر من 300 أداة كما موضح في موقع التوزيعة، وأيضا كما يمكن أن نرى بأنفسنا من هنا. طيب نواصل. هنا بالنسبة للأوفيس ليس فيها الكثير، بالنسبة للبرمجة أيضا، بالنسبة للصوت والمرئيات أيضا موجود هنا VLC Media Player وBrazero وSound Recorder فقط.
بالنسبة لأدوات النظام فتجد جي باترول بعض الخصائص لتغيير أو تشخيص التوزيع هنا، إضافة وحذف البرمجيات، والبرنامج الخاص بديبيان بسيط ليس كما مركز برمجة أوبونتو أو موديل التطبيقات في مانت أو بعض التوزيعات الأخرى، لكن يفي بالغرض. هنا بعض الأدوات الأخرى لن أدخل في تفاصيلها. إذن كما قلت أعود هنا إلى كالي لينكس ووضح مثلا أنه حين تدخل لأداة ما، مثلا اختار انماب، حين تدخل لأداة ما ففي الأغلب نسبة أكثر من 90% ستكون تلك الأداة تستخدم من الطرفية فقط. هذا يعني أنك للدخول لهذا المجال، مجال تجارب الحماية والاختراق، يجب أن يكون لك معارف جد جيدة في استعمال الطرفية، يجب أن يكون لك أيضا معارف جد جيدة في الشبكات وفي إدارة نظم التشغيل. إذا هذه ثلاث أشياء يجب أن تفكر في الإلمام بها قبل التفكير في دخول مجال تجارب الحماية والاختراق. مثلا هنا أداة NMAP فهي تستعمل من الطرفية، هنا ستجد العديد من الخصائص التي يمكنك استعمالها مع هذه الأداة أو هذا البرنامج. لو دخلت لـ IceWizard فستجد أن هناك بعض الصفحات تأتي افتراضيا كمفضلة خاصة مثلا ببعض الأدوات، فيها بعض الشرح يمكنك الاستعانة بها للبدء باستعمال بعض الأدوات. ليس جميع الأدوات لها شرح، لكن بعض الأدوات المعروفة المشهورة جدا مثلا ك Aircrank Engine، مثلا لو دخلت لي هذه الصفحة ستجد هنا إمكانية بعض هنا documentation توثيق كيفية استعمال هذه الأداة. إذن أعيد، بالنسبة لي المهتمين بمجال تجارب الحماية والاختراق، أنه يجب أولا الإلمام بكيفية استعمال الطرفية، الإلمام بمبادئ استعمال الشبكات، والإلمام بكيفية استعمال نظم التشغيل على مستوى جيد وليس كمستوى للمستخدمين العاديين. بعد ذلك يمكنك التفكير في الانتقال لهذا المجال، مجال تجارب الحماية والاختراق. الآن بعد ما رأينا هذه النظرة العامة على توزيع كالي لينكس، سأعود للنظام الذي هنا استعمل لنتعرف على كيفية تحميل النظام وتثبيته. التحميل تدخل إلى موقع كالي لينكس وكالي.org، تدخل إلى داونلودز تحميل، وهنا ستجد بالنسبة للتحميل ستجد هنا أنه يجب عليك التسجيل لتتمكن من بعد من تحميل التوزيع، لكن هنا وجود رابط صغير no thanks just want to download، شكرا فقط أريد التحميل. إذا تضغط على هذا الرابط دون إدخال أي شيء، هنا ستجد أنه هنا لحد الآن هناك نسخة وحيدة. هنا تختار المعمارية 32 بت أو 64 أو معمارية أخرى، في حال لم تعرف ما هي المعمارية التي لديك اترك الخيار الافتراضي اي 386. بالنسبة للإيمج موجودة واحدة فقط، هنا واجهة النوافذ أو مدير النوافذ جنوم اتركه كما هو. بحال اخترت النان فلن تكون لك واجهة رسومية تستعمل الطرفية فقط. بالنسبة للإيمج نريد أيزو، أو في حال أردت استخدام التوزيع على برنامج VMware فيمكنك أيضا اختيار VMware. وبالنسبة لي هنا رابط التحميل، هل تريد رابط مباشر أم رابط تورنت، وبعد ذلك تضغط داونلود فيعطيك خيار التحميل. بعد انتهاء التحميل يمكنك حرق النسخة، نسخة ايزو على قرص او على USB تتعامل معها كأنها توزيعة اخرى من توزيعات لينكس. يمكن ان تستعمل احد البرامج لحرقها على وحدة تخزين خارجية USB قابلة للإقلاع، وبالتالي يمكنك ان تثبتها او تستعملها على جهاز وهمي، وهذا هو الخيار الذي انصح به. الآن نمر لكيفية تثبيت هذه التوزيعة. حين تقوم بالإقلاع من القرص أو USB الذي قمت بحرق توزيعة كالي لينكس عليه، ستجد أمامك مراحل التثبيت. أول مرحلة هي اختيار اللغة، مثلا هنا موجودة اللغة العربية، لكن أنصح بعدم اختيار اللغة العربية لأنك ستواجه مشاكل في كتابة بعض الأشياء من بعد في بعض المراحل. إذن حاول اختيار مثلا الإنجليزية أو الفرنسية في هذه المرحلة. بعد ذلك ستختار
هل أقوم هنا بتكبير الشاشة؟ بعد ذلك ستختار البلد الذي توجد فيه، هذه أشياء بسيطة. بعد ذلك البلد الخاص بالإعدادات المحلية، هنا تعطي اسم خاص بجهازك، اسم خاص بدومين نيم يمكنك أن تتركه فارغا ليس مهم. بعد ذلك تعطي كلمة سر خاصة بحساب الروت، لأنه في كل يونكس لا يعطيك إمكانية إنشاء حساب جديد أثناء التثبيت، يمكنك أن القيام بذلك بعدما تثبت التوزيع. فيكون هناك الحساب الوحيد هو حساب الروت، هنا تعطيه كلمة سر، تؤكد كلمة السر في مرحلة من بعدها. بعد ذلك سيأخذ بعض الوقت وتصل لمرحلة تقسيم القرص الصلب، هذه مرحلة مهمة جدا يجب الانتباه إليها في حال كنت تريد تثبيت التوزيع على جهازك الحقيقي وليس على جهاز وهمي، يمكن أن تفقد بعض الملفات. إذن هنا لدينا أربع خيارات، ثلاثة منها ستقوم بحذف كل ما هو موجود على القرص الصلب. يعني في حال كان لديك نظام آخر أو أجزاء من القرص الصلب تريد الحفاظ عليها، فلديك خيار واحد هو خيار مانوال يدوي. إذا تختاره تضغط على Enter وتمر للخيار للمرحلة الموالية، حيث تظهر لك جميع أجزاء القرص الصلب التي موجودة لديك. مثلا هنا لدي ثلاث أجزاء، فيجب قبليا يعني قبل بداية مرحلة التثبيت أن أعرف ما هو الجزء أو القسم الخاص بالقرص الصلب الذي أريد أن أثبت عليه كالي لينكس. يمكنك أن تستعين مثلا ببرنامج جيبارتد، مثلا هنا في التوزيع لدي برنامج جيبارتد مفتوح. هنا تلاحظ شيء مهم، هو هنا تلاحظ التقسيم وهذه الأسماء SDA1 ألمانيا، STA1، STA5. يعني هذه الأرقام مهمة، يجب أن تعرف التوزيع أو القسم الذي تريد أن تثبت عليه التوزيع أي رقم يحمل هذه الأرقام. هنا 1 2 5، هذه الأرقام مهمة. نعود لمرحلة التثبيت في هنا، فمثلا تلاحظ هذه الأرقام 1 5 6 مثلا، هي تلك الأرقام التي خاصة بأجزاء القرص الصلب. فمثلا أنا أريد تثبيت كل لينكس على القرص 6 SDA6، فتختاره تضغط Enter فتمر للمرحلة الموالية. ستجد هذا الخيار Use As، هل تريد أن تستعمله؟ تضغط Enter على ذلك الخيار، تظهر لك هذه النافذة، فتختار أي نظم ملفات تريد أن تختار لذاك القسم، أي القسم الذي تريد أن تنشئه. بالنسبة للينكس ستختار أحد الخيارات الثلاثة الأولى XT 4 3 أو 2 4 3 أو 2، مثلا أنا سأبقى مع 4. بعد ذلك تضغط Enter، تلاحظ أن الخيار تم تغييره، إذا Use As XT 4. بعد ذلك تضغط لوحة المفاتيح أسفل، تدخل إلى Mount Bound، تضغط Enter لتدخل إليها، فتظهر لك هذه النافذة. وهنا يجب أن تختار Slash، يجب أن يكون هنا root هو الخاص بجميع توزيعات لينكس، يجب أن تختار slash على هذا الشكل. بعد ذلك يمكنك أن تغير بعض الأشياء في الخصائص الأخرى، يمكنك أن تتركها بدئية. فقط أنا هنا مثلا غيرت اللابل، أعطي فقط القرص، أعطيه اسم موضح، مثلا أعطيته هنا كالي. بعد ذلك تذهب إلى آخر خيار done setting up the partitions، يعني أنك انتهيت من تهيئة القسم أو جزء القرص الصلب، تضغط Enter فيعيدك للأجزاء التي موجودة في القرص الصلب مع التغيير الذي قمت بالقيام به قبل قليل. يجب أن تضيف جزء آخر هو جزء الخاص بالسواب، بنفس الطريقة تضيف جزء آخر ولكن في مكان الماونت بوينت بدل أن، أو في مكان هنا بالضبط في هذه المرحلة، هنا تختار نظم الملفات، فهنا يجب أن تختار swap area. إذن هذا هو الفرق بين الجزء الأول والجزء الثاني. إذن كما تلاحظون use as swap area، وهنا في الأخير بعد أن تنتهي من القيام بجميع العمليات تنزل إلى خيار finish partitioning and write changes to disk. انتهيت من عملية تقسيم القرص الصلب وتريد أن تقوم بالتغييرات، أي يتم القيام بالتغييرات على القرص، تضغط Enter
فيعطيك هنا ملخص لما سيجري القيام به. هنا يقول لك أن الأجزاء التالية سيتم تهيئتها، الأجزاء التالية سيتم تغييرها. فالخيار هنا الافتراضي يكون نو، يجب أن تغيره بسهم لوحة المفاتيح يمين يس. بعد ذلك يبدأ عملية تثبيت النظام. في أحد المراحل ستظهر لك هذه النافذة، يقول أنا مثلا إن كنت فقط إن كنت متصل بالإنترنت، يقول لك أن هناك مثلا لديك اتصال بالإنترنت، هل تريد استعمال هذه الشبكة للحصول على نسخ جديدة للبرامج؟ يمكن أن تختار نعم في حال كانت لك سرعة جيدة للإنترنت، أو تختار لا في حال أردت الاكتفاء بالتثبيت من القرص أو فلاشة USB. ذلك تكمل عملية التثبيت وتعيد التشغيل لتجد أمامك شاشة الولوج لتوزيع كالي لينكس. كما قلت المستخدم الوحيد الذي يكون هو مستخدم روت، إذن يجب أن تدخل روت وكلمة المرور التي اخترت أثناء التثبيت. بعد ذلك يمكنك الدخول لاستعمال توزيع كالي لينكس كما شرحت في أول هذا الفيديو. إذن أعيد كتلخيص فقط لما تطرقنا له في هذا الدرس، أنا حاولت التفصيل لأن هذه التوزيعة توزيعة خاصة، وأيضا تلقيت بعض الأسئلة المتكررة حول توزيعة باك تراك في كيفية استعماله، وأيضا توزيعة كالي لينكس في مرحلة التثبيت. لهذا حاولت التفصيل في مرحلة التثبيت لأنها مهمة، خصوصا في مرحلة تقسيم القرص الصلب يمكن أن تؤدي لمشاكل لفقدان ملفات، لهذا يجب توخي الحذر منها. أنا أنصح بشدة باستعمال توزيعة كالي لينكس على جهاز وهمي فقط وليس جهاز حقيقي. طريقة الاستفادة من الأدوات الموفرة في كالي لينكس هي أن تحاول مثلا في برنامج فيرتوال ووكس أن تحاول هنا أن تنشئ أكثر من جهاز وهمي. كل جهاز وهمي يكون له عنوان IP، وبالتالي يمكنك أن تحاول من جهاز الدخول لجهاز أو استعمال أداة على جهاز آخر، وهكذا يمكنك الاستفادة من أدوات تجارب الحماية والاختراق دون أن تدخل في مشاكل قانونية وأخلاقية في حال حاولت التعدي على حقوق أو أجهزة آخرين. إذن أنصح بشدة بالاكتفاء بهذه العملية، عملية تجربة هذه الأدوات على جهاز وهمي خاص بك أو أجهزة حقيقية خاصة بك فقط. أي استعمال لهذه الأدوات على أشخاص آخرين يمكن أن يؤدي بك إلى مشاكل قانونية. وأعيد بالنسبة لمن يريد دخول هذا المجال، يجب عليك أولا أن تلم بالطرفية الشبكات ونظم التشغيل. بعد ذلك يمكنك أن تفكر في استخدام كالي لينكس والأدوات الموفرة فيها. أظن أن هذا كل ما كنت أريد الإشارة له في درس كالي لينكس. من له أسئلة بخصوص كالي لينكس، فقط كالي لينكس وليس الأدوات الخاصة بتجارب الحماية والاختراق، يمكنه طرحها، يمكنه أن يضعها كتعليق، وإن شاء الله سيجد جواب كافي عليه. إذن نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.